كنت أظن بيفقدوني وبغيابي يذكروني، وإني بوحشهم كثير مثل ما هم أوحشوني. كنت أظن بيفقدوني وبغيابي يذكروني، وإني بوحشهم كثير مثل ما هم أوحشوني. تجرحوا روحي وفؤادي لما قالوا روحي عادي، تجرحوا روحي وفؤادي لما قالوا روحي عادي. وإن تمشي الدنيا فيني تمشي الدنيا بدوني. أدري إنها غلطتي، لكن أدري والله أدري ما يلاقوا لي بديل، وراح يبقى قلبي حي ينكسر من أي شيء يكفي لنا موت قالوا عاشق العمر أصيل. جرحوا روحي وفؤادي لما قالوا روح عادي، جرحوا روحي وفؤادي لما قالوا روح عادي. وإن تمشي الدنيا فيني وتمشي الدنيا لا والله مو صح يا بنت عمكم، هذه ايش فيها؟ ينت وقعدت كل شوي دازت لي ديري بالك وديري بالك، ايش فيها؟ وثين وش تبي؟ والله صدق انتوا الثنتين عساني ما قلت كلمه الا قعدتوا بحضني. اي يعني ايش معنى الطرش لك انت برودكاستات احنا ما نطرش شيء؟ شنو مو بنات عمها؟ انا احب وثينه بس ما ادري ايش فيها، قطعت علينا مره واحده. لا والله ايش فيها يعني؟ اكيد ابوها مانعها عنا. يا عمي عمي مرات احس ما ودي اشوفه كلش، ما ادري ايش ابي، ماكو شيء عاجبه. وي ما قلت لكم عمي اليوم يا عندنا. شنو؟ وين يانا؟ هني البيت. تصدقون سال عن ابوي، عاد انا قلت له ابوي بالدوام، تدرون ايش قال لي؟ قال لي انا رحت للدوام وما لقيته وماني فاضي كل شويه ادور عليه، خرعني الصراحه. ايش يبي هذا من ابوي؟ ما ادري. يلا قوموا امكم تبيكم. ايش تبي؟ قوموا انتم. ان شاء الله ان شاء الله. يلا قوموا. تفضل. ابوي العزيز، بخصوص انك قاعد بروحك ضايق خلقك هني بالغرفه ما تقول لي ليش؟ تفضل استلم العهده وجدامنا على الحوش، وترى احنا نحبك ما نرضى احد يزعلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انتم عزمين؟ يبا عيلتي غشمر، يبا يلا قوموا، متعودين عليك كذي مغلق وضايق خلقك. يلا الله ياخذ البيت وسالفته اللي مخليك كذي ضايق خلقك. يلا
يعني معزمين؟ معزمين. يلا 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 خلي حسنه الفتان عذروب خلي حسنه الفتان يا زين خلي وحلى عذروب هاي صوت ابوي يهبل روعه ابوي صوته مسكت ما تحطيه قدام ابله الانجليزي وتخليه يغني لها ليل نهار تنتقمين منها حقد ما يخالف ما يخالف بس اهم شيء يطلع من الهم اللي هو فيه هاي فطني يا حلو ريلك ما قلتي له قوم قام نام ينام ولا ما في عساره الله لا يغير علينا يا سعاد قولي امين بس الخوف مو كذي الخوف لا يروح عند اخوه ويزر بعقله هناك ويرجع مره ثانيه حار لا لا تحاتين ان شاء الله ابو احمد طيب وحبيب ما عليه شر ان شاء الله الله يسمع منك معوده هاتش هاتش كلي ما تبين هاتش ام اعطيها وحده هاتش يبا خلينا اغنيه عن مدريد لا 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 ليش ليش برشلونة اسمعنا إيه؟ حق مدريد ما عندي برشلونة خالتي جميل ايوه سمعوا حبايبي تجيبون نص كيلو لحم مفروم وكيلو ريز غنم مقلي مو تنسون وبعدين حبيبي تحطون معها طماط وتقصون عليها بصل وتخلون هالطبخ تنضى على كيفها وتصير شحالاتها تهبل شوفوا عاد انا لما اخلص دراسه ان شاء الله اجيب شهادتي واطقها وبفتح لي ذاك المطعم وتعالوا عاد اخذوا من مصالح إيه متشابيس، إيه قوازي، إيه هوامير حبيبتي طبخ كويتي أصلي ومثل مو مثل هالمطاعم الخرابيط الله يزيد النعمة يا حلوك يا مصالح أحلامك صغيرة على قدك كان زين على نفسك حبيبتي ما حد ياخذ غير نصيبه ولا الدنيا ايش ماخذين منها صادقة السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة هلا بنات شلونكم؟ الحمد لله نبلش؟ نبلش مذاكرة؟ أبوي راح؟ أبوي راح؟ راح راح تخلوا نسمع ويا مسلسلكم أنا ما أدري وش حدكم على الهم الناس تدور الوناسة وانتو تدورون الغثة ميري ولا سكتي ميري يو صباح هذه وين راحت؟ وعمي فوق قاعد اشتغل واحمد وين؟ راح مع ابوي يا رب تسكتين اوف يا رب احد منكم يبطل الباب روح يبطل شاهين؟ انا ايه الحمد لله زينة خير انت قاعد تنطر ابوي هني يمكن يبي يروح وياك يبغاز حق المطبخ اي مشكور ما تقصر شاهين مشكور اي مشكور ما تقصر مشكور انا بعد ابوي يحبك وايد 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 شنو ايه تبي البن كود مالي ايه بس زين هات انا بكتب لك اياه بس مو تقول حق احد ايه ان شاء الله ايه زين زين شاهين الحين تمشي عشان لا يشوفك احد هني ايه مع السلامة مشكورة لطيفة أنا شاهين العفو لا يا عمي انا جوزي من كبارات البلد
معقول سعيدة؟ هلا. إلا ما قلت لي أختك شلونها ويلها شلونهم كلهم زينين؟ وي الحمد لله كلهم بخير وتسلم عليك وايد أختي. زين المهم سعيدة أنت شلونك الحين مرتاحة ببيت أختك أمورك طيبة؟ وي الحمد لله ألف حمد وشكر مرتاحة وريل أختي ذهبة مو مقصر معاي بشي يعاملني مثل أختها الصغيرة وعيالهم عيالهم متعلقين فيني وأنا أحس روحي وفادي كله كله متعلق فيهم يا ربي أنا ما أدري شلون إذا نجحت بسافر وأخليهم. الحمد لله الله إن شاء الله يهدي الأمور ويسهل أمرك يا رب ويهديك يا إلهي يا رب يا رب الله يسلمك حبيبتي. يا حي الله بنت عمي ايش دعوة يبا كل هذا تغلي؟ لا والله ما عاش من تغلى عليك بس انت من زمان تتهرب. كم مرة انا قايلة حق بثينو تعطيني البن مالك وما عطتني. صج قايلة حق بثينو ولا قالت لي الدعوة تصدقين؟ هين حسابي معاها بعدين. لا حرام عاد كل شيء ولا بثينو حبيبتي هذه مرضى عليها ترى. فديت بنت عمي والله اللي قلبها طيب فديت الحنونة والله. بسم الله عليك يا وليد. يا يمه يا يمه ليش تسوي بنفسك كذي ليش؟ يعني أنا الحين شو أسوي بالله؟ شو أسوي قول لي؟ يا يمه ما قلت شيء ما قلت شيء ساعده كل شيء لعيون ابو احمد يهون. ادري ادري انك تحبها وتبيها وتبيها تحبك مثل ما انت تحبها بس ما يصير يا ولادي ما يصير تصير لهم صبي الله ما يرضى ما يصير بس تشوفهم تقعد تشيحات وانا تالي الليل اقعد اهمزك وداوج روحك ما يصير. يقول لي أي وحدة فيهم تحبها؟ وي لطيفة شاهينو هذه ملح ملح أمها وخالتها. أي الشيطان شاهينو من أمتها وانت حاط عينك عليها زمان. وين بتروح؟ أبوك الحين يرد من الديوانية ونحط العشاء. الله يهداك يا وليدي أدعي لك من قلبي عسى الله يخليك ويوفقك ويعطيك اللي ببالك يا يما. شوف حصيلة اليوم هذا وقت أبو الله. شلونه؟ تحورت حيل حيل
شلون ما اخاف انت الثاني؟ هذا بروحه ما يواطني ما يشتهيني بعيشه الله، الحين يروح يشتكي علي يودوني هناك مخفر، يودوني انا دش مخفر. انزين وينه؟ وين غرفته؟ مخي قاعد يورني من العوار. سلامات هذاك السو. ايش قاعد تقول؟ ترجم. عمي زين. انت اللي دعمتي؟ مو قصدي دكتور، والله ما شفته. انت لا مالك شغل، لا مالك شغل، ما انت لا ليش تشيل السالفه عني، مالك شغل. مو هو دكتور، انا اللي دعمته، انا يا دكتور دعمته، بس انا والله مو قصدي، يعني احد يتمشى بالليل يا ربي ما شفته. عسى ما تعورت. لا طمنك استانسي، بس شرخ بالعظم. وعسى ربي ان شاء الله يشرخ راس العدو، قول امين. ما علي، يعني انا مطفوقه تدري فيني، ولا احد يمشي وعيونه هني بقمه راسه؟ ما علي، يعني ان شاء الله طيب. لازم تنزل تحت المحقق وتعمل بلاغ. بلاغ؟ ليش دكتور بلاغ؟ الله يهداك، انا ما سويت شيء ترى، ما شفته والله. وحسرتي راح باسل، تكفى الله يخليك، يعني ترى كلش ما يسوى الموضوع، يعني تشتكي علي ما يسوى. ما تبين بلاغ؟ لا يا الظالمة، بغيت تروح متي سهلي وما يسوى بلاغ، لكن انا واريكم والله لششحكم نطروا بس. إذن لحظة، انت ايش تبي؟ تامر علي شو اللي يرضيك؟ انا مسكت ما ابي شيء زين، واخروا عني باسل. انا اعرف شلون اتصرف وياكم، انتوا دواكم عندي انا باسل. يا عمي زين سكتوا زين، اسمعني تعال، انت ليش مستعير؟ اسمعني باسل، الله يخليك، اوقف خلني اتفاهم. عني ما ابي اتفاهم ولا شيء، عاد يلا بروح نفسي بخشمي واصله. باسل الله يخليك، ترى عندي امتحانات باكر، ولي يرحم والديك، لا تضيع مستقبلي، تكفى. لا والله ما شاء الله عليك، لا ضيع مستقبلك ولا مستقبلي يضيع عادي، ليش ان شاء الله؟ انتوا عيال عبد الغني شبت وعلى ولد البطه السوداء. لحظه، اي مستقبل انت قاعد تحكي عنه؟ اقصاها سحاره بلك وترمز، لا وطايح لي بدوار العشاق تغازل بنات خلق الله، خلني ساكته بس ولي يرحم والديك. لا والله، يعني هم فوق شينج قوات عينك بعد، هم دعمتني وهم تردحي لي؟ اقول ترى انا لساني طقاقه، لسان واحده مبلتعه، لا تشوفيني كذي، اخوان اعرفكم، انت عيال شابوت ابونها من الله، انت وخواتك وعلى بناتك هذا اللي تبونهم وياك. انت اسكت ولا كلمه، انا بروحي خلقه مواطنك، لا ارنك واحد الحين اكسر ايدي الثانيه على راسك. لا تكفي، يلا زين، يلا حبيب يا رب الحين شد دبره، شو اسوي؟ مساكم الله بالخير. مسيك الله بالنور. هلا. عفوا، انا سمعتكم تتناجرون، عسى ما شر، يعني عسى ما في اشكال بيناتكم. الا الاشكال بعينه والعلمه، الخت هذه دعمتني وفوق هذا جاي تقول لي تنازل، ما ايش تقول لي؟ طول بالك يا ولد عمي، طول بالك، ترى الامور ما تنتهي بالصراخ والمشاكل، تبي ابني هديها الله يطول عمرك، انتم كلكم عيال ديره واحده، ما له داعي المشاكل بيناتكم. اي والله، قول له حجها السالفه، ما ابغى راضى يفهم. انت تطالبها بشيء؟ يعني شنو؟ يعني مثلا تبي منها تعويض ولا تبي منها فلوس مثلا؟ صير؟ شوف يبا، اي فلوس تبيها من الاخت انا ادفعها لك، لكن حرام عليك لا تكسر بخاطر هالمسكينة هذه، باين عليها بنتي واد، وانت الله هداك وايد رافع راسك عليها. كم تدفع؟ تدري شلون؟ تفضل، هذا كرتي، ودق علي وما يصير خاطرك الا طيب، ايش تبي بعد؟ وانت يا اختي هد الامور وان شاء الله ماكو الا الخير، وردي بيتكم ومالك الا طيبة الخاطر. مشكور، يعل عمرك عمر شعيب النبي، ما قصرت جزاك الله ألف خير. روحي، بس على فكرة ترى مو محلل. ها امشي خي ولي امشي، ضع منك الحين بصبعين ابط عيونك. ها تصدق عاد أنا حاسة كلها كم يوم وأخوك يرفع إيده ويسلم ويقول لي روحي دوري لي على مرأة. أنا أدري أخوك ليش كذي يسوي، قاعد يحاول يكسب وقت عشان يتنقى، لكن مو بكيفه، انا اللي بزوجه وانا اللي بدور له على عروس. ادري شلون هو اللي عدل، انت قاعد تسمعني؟ اسمعك. لا والله ولا دريت عنها وداري، ما تقول لي ايش قاعد تسوي؟ اقرا كلام الناس بتويتر. ايه انا قاعد احاكيك وانت قاعد تقرا لي التويتر، بعدين ما تقول ليش هالحكي اللي انت قاعد تكتبه بتويتر، فشلتني قدام رفيجاتي بالدوام، يضغطوني بسبتك. بسبتي شكو
عيال كاتب لي حب وغراميات وله وشوق، يقولوا لي ديري بالك لا يكون ريلك يحب من وراك، بس انا ما عليك. قلت لهم لا، ريلي انا عارفه عدل، ما يشوف غيري بالدنيا. ما وريتك بدلتي اللي خذيتها من الصالحيه؟ لا، بدله ما في منها الا قطعه واحده بالكويت عشان ارث اخوك. الحين تذهبين الدواء قبل الفلعه؟ ايش عليه؟ ما رد ابي تتزوج اليوم ولا باكر؟ خل نستانس. لا انت ضامنه الظاهر، اكيد طبخت لك طبخه. ومو اي طبخه، مرتك ما تهرو العبث. انا بزوج اخوك عدنان حق عيونه اختي، ويصير دهننا بمكبتنا. هكذا اللفه، شلون تزوجين اختك؟ وليش ما زوج اختي؟ دام المعرس موجود والعروس موجوده ومالمين بعض. يا زينه ويا حلوله، لا صارت اختي عيونه هني عندنا بالبيت، كلنا عايشين مع بعض، خوات ماخذين اخوان. بكاتبه ربك بيصير. انا اقول طف الليت، ورانا دوامات باكر. يلا. الله يهداك، بس خبصتي قلبي يا نيت، سر عقلي هاتش هاتش. شربي. ادق ادق ما تردين، ردي على الاقل بمسج طمنيني بس انك بخير. ايه اي خير اي خير، وانا القراده لحقتني من مكان لمكان، ما حطيت ريلي بمكان الا قبست عليه، شو السالفه ما ادري، وتقولي لي خير؟ الصاير علميني. انا ما ادري، امك الله يرحمها مرضعتني القراده، ما ادري ايش سالفتي. الله يرحمها. طلع لي بسول ولد مرضيه اليوم بالشارع ودعمته، تقولي لي خير؟ ويه بسول ما غيره قبره مات؟ فال الله ولا فالك، ما مات كاهو، يزقح انكسرت ايده بس. ويه زين، اشو غدا الشر يا معوده؟ غدا الشر؟ الا قولي هل علينا الشر؟ تسلط علي بسول الا بروح المخفر ويشتكي علي ويلبسني قضيه، وانا مراكض وراه بهالمستشفى. تكفى، احب دينك احب ريولك، فكني، اخر سنه وتخرج وهو ماكو، كلمته مسمار بلوح الا يشتكي علي. لو ما هالريال اللي طيب يا وفكني منه، كان انا الحين بخبر خير. ريال؟ اي ريال هذا؟ ما ادري، واحد ولد حلال ياله وقال له انا مستعد اعوضك، بس اعتقها لبنيه وعلي ذليت ام نيابتها وبس. مسكين ما قصر والله، فكني من بسول. هاو تعويض؟ قاموا يوزعون فلوس بالشوارع سعاد؟ والله أنا اللي عارفه أهل الخير مقططين فلوسهم كذي. يا معودة قولي لي وين هذا ولد الحلال؟ تودي رمم بيتنا، يسد القرض اللي علينا، يعطينا فلوس، يعطينا سلفة. واي فطوم، والله أنت فاضية الحين قاعد تقشمرين. أقولش أنا الحين في حالة صدمة وأنت قاعد تطني. زين إنزين، المراد شنو؟ المراد إحنا يوم شفنا هذا بسول بالبنك قاموا لها مع الريال خو هذاك، بس تيبين طاري الفلوس قاعد تبولع، وأنا من مجابلني شاهين، كان أقوم أخذ شاهين وننحاش قبينه. وعلي عليك يا شاهين، حمالة سية، لكن شو أقول، خلف الله المقروض مقروض، لو لبسوا ذهب من فوق لتحت. واي سكتي فطوم، وأنا للحين قلبي قاعد يتنافض، واي قاعد أخيل شكلي في النظارة. الله يجزاه الله خير هالريال. زين حاجيك، تهجين منو هالريال؟ والله ما أدري فطوم، بس هو شكله وهيبته ساعته اللي ترهش، شكله بليه. بليه؟ شلون يعني بليه؟ خير يعني واحد عنده فلوس يمه؟ يمه شفيك حتى الخير نسيتيه؟ خير يعني حلال، فلوس، نعمه، فسق، مكنز على قلبه. وهذا ابو الخير على قولتك، شبي فيك؟ شبي منك؟ ايش دراني؟ الظاهر كسرت خاطره، خو تدرين احنا مكتوب على ويوهنا من يمسح دمعه هذا المسكين. يلا عاد يلا، ترك عنك هالبربره الزايده، يلا عطني هالكرت. عطني يا قلت عطني الكرت خل اشوف. انسي الزعل، الكرت هذا بيتم عندي، باكر اللي ضاع بيعوضني فلوسي. انت ولا بسطتي شفرارتك بالفرجان؟ بسطتي على قولتك ودوارتي في الفرجان، ها؟ أحسن منك ومن طوايف هلك اللي ما تستحي ولا تخيل على وجهك، هي اللي ربربتك وسمنتك. يلا فارج يلا، مرش بيعطيك هذا على كسرة هالعظمة. خاردي ولا حديد؟ ايه تطنزي تطنزي، انت خو عارفك تموتين على الشماتة فيني، بس باكر قصيدي، لا ما قصها، هاي مكسورة،
اقصيدي اذا هالريال ما طلعت ورا سالفه واذكرك وحزتها تعالي تمصلحي عندي. حي والله خرده. روح ورا هذا ابو الخير، ما حد بيضايعك غيره اللي ما تستحي. والله قاعد تطنز على بسطتي. اوريك معي، تعال البيت واوريك. سويت لي براسك؟ رحت كلمتها؟ كلمت منو؟ مريوم بنت عمك. والله شيء مالك شغل فيه لا تدخلين عمرك فيه، يعني انا كم مره قايل لك ومفهمك. انا مو عارف انت شنو تبي بالبنيه. تي ما جربتي احد يسوي خرايط وخطوط بوجهك؟ ما جربتي؟ تبي تقص عليها وتبي تعلقها عشان تساعدك وتساعد ابوي على عمي، وطبعا عشان تقنع ابوها يطلع من البيت، صح؟ يا حظك كا والله ما شاء الله عليك تفهمين وتفكرين، يعني عندك مخ نفسنا. انا ليش طول هالوقت عبالك مخه؟ كمخه بعينك. ترى انا فاهمه كل شيء، بس احب اقول لك ان اللي قاعد تسويه انت وابوك هذا اكبر غلط. خافوا ربكم، حرام عليكم. بس عاد ايش فيك انت مجنونه انت خبله؟ يلا طلعي برا، طلعي برا، طلعي برا. وانت قلتي لها شيء والله ما تلومين الا نفسك، اسود عيشتك اكرت حياتك، تفهمين؟ اصابك حبيبي ايش فيك؟ انا ماني قالت لها شيء، بس اذا هي ذكيه خل تعرف ابوها. ذكية تقول لك مخها نفسك وردها منك بعد. لا يما لا حبيبتي، ترى انا ذكية، انا وايد ذكية عشان كذي طلعت من المدرسة. ما انت على حظي اقول حاسديني، يعني عندي بنات، هذه انت العودة وكذي ايش خليتي حق خواتك؟ ما انا تقول بس واي يما ايش هالحكي الله يهداك. وانا صادقة عند ربي، انت لو ذكية كان دخلت الجامعة مثل بنت عمك. يما حبيبتي أنا وايد ذكية، سأليني شلون؟ شلون؟ الحين أقول لك شلون. الحين لما أنا أدرس وأتعب عمري وأجابل الكتب وتالي أدش الجامعة وتالي أشتغل وعقبها يتزوجني الريل وأنا أروح الفلوس مو بطنة، عاد أنا صرت ذكية، طلعت من الدراسة عشان تالي ليه تزوجت حبيبتي هو اللي يصرف علي مو أنا، فهمتيها؟ اي فهمتها. اقول مالت بس مالت، ما همك الا الفلوس بس. ها يما ايش فيك؟ لا بالعكس الحب مهم حبيبتي، بس بهالزمن الفلوس وايد اهم، الفلوس هي اللي تحرك الحياه. كان وبوت الحمد لله قزرناها خبزه وزيتونه ونتعشى بطاط على قولة صبوحه، الحمد لله ربيناكم ايش حالاتكم ايش زينكم. الله يسامحك يا يما، تقارنين زمنكم بزمننا؟ يما انتوا زمنكم وين واحنا زمننا وين؟ اصلا الحين ما في مره مثلك وما في ريال نفس ابوي. الله يخليكم يا يما ولا يحرمنا منكم. بس ايش فيك؟ بسم الله. ما ادري يما بس حاسه بدوخه. وهي خاف حامل؟ وي مريوم شلحتي عقب هالعمر هذا ما توزي من سوالفك يا يما، بس يمكن من ضربه الشمس حبيبتي. بعد عمري شوي شوي. امشي خلينا نروح نشيل. يبي بالهدوم ان شاء الله. يما شوي. وبعد غير هذا شنو فيه؟ بدي ذكرك اليوم انه عندك موعد مع شركه المعدات الجديده. اها الشركه الالمانيه؟ بالضبط. مالت المعدات الصحيه ها؟ اي ان شاء الله. متى موعدنا معاهم؟ على الساعه 11. خير ان شاء الله، بتذكريني قبلها بساعه. ان شاء الله دكتور. اوكي. صباح الخير. هلا صباح الخير. شلونك دكتور؟ هلا سعاد. شنو هذا؟ هذا ورد. انت مو قلت اغير اللي بمكتبك؟ عاد جبت لك واحد جديد. حريصة ما شاء الله عليك، ما تنسين. أكيد دكتور ما أنسى، دام أنت موصيني. حطه بالمكتب؟ إي إي إن شاء الله. إن شاء الله. هات 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 هات. مسكي عيني. سعاد. باخذ رأيك بموضوع.
خير دكتور؟ استريح استريح. خير؟ أنا قاعد أفكر بمشروع غير العيادة. شنو المشروع اللي ممكن ماشي بهالديرة؟ شنو دكتور ناوي تصير تاجر؟ إيه بس ما أقصد فيه الربح المادي، أنا أدور على مشروع أستفيد منه وفي متعة. إيه بس أنت دكتور ما شاء الله عليك يعني مو محتاج ولا قاصرك شيء، اسمك معروف بالديرة وعندك عيادة ولله الحمد، يعني إيش لك بدوخة الراس؟ شوفي سعاد، أمي مربية طباخ عندنا وهو صغير، والله لو تضقين أكله تقولين طباخ حريم أول. إيه ما شاء الله الهنود معروفين بطباخهم. دكتور لا يكون ناوي تفتح مطعم؟ ليش لا؟ الناس خوش عندها الحين، يا تحكي يا تاكل، يعني حلجها ما يصدق. زين ان شاء الله بتخلي هالمقرود يجاب له بروحه. احط ناس يساعدونه. والله يا دكتور ما ادري ايش اقول لك، هي فكره بس ابي لها مجابل. اخلي ناس يجابلونه. هيا لا طبنا ولا غدا الشر، وين المتعه اللي قلت عنها اذا بتخلي ناس يجابلونه مو انت تجابله؟ صدتيني بهذه صدتيني. انا دائما اقول عنك فطينه ما شاء الله عليك. يا دكتور عاد لا تفشلني ترى والله ما قلت شيء هسه. سعاد في واحد بده اياكي برا. واحد يبيني انا؟ ايه عددك دكتور. ما قال لك من هو شو اسمه؟ لا ما قال لي شيء. هذا انت؟ انت ايش تبي؟ سعاد لا تسوين مشاكل، هما كلمتين ياي اقولهم وامشي. لا والله احلف، توك عرف نفسك غلطان وندمان يا ابو الحريم يا بعيون زايقه؟ اي والله غلطه غلطه بس ما راح تتكرر. سعاد انتي اهدي وسمعيني، انا رياله يبا شريك، والله العظيم شريك وابي اردك. سعاد شيل هالفكره من راسك، مستحيل اخليك. يا سعاد لا تهدمين اللي بنيناه عشان غلطه. واحنا شنو اللي بنيناه؟ احنا بنينا شيء عشان ينهدم؟ أنا من خذيتك وانت هادم حياتي كلها، لا دراسة خليتني أدرس، لا شغل خليتني أشتغل، ما غير حطيتني بهالشقة وحكرتني فيها، ايش تبي بعد نبني عشان نهدم؟ أحمد ربي ألف مرة إني تطلقت منك، تطلقت وغصباً عليك ومو بكيفك، بكيف المحكمة بعد. طلقة واحدة. سعاد لا تكبرين الموضوع، احنا مخلوقين لبعض، ترى على فكرة لو تلفين الدنيا كلها ما راح تلاقين أحد يحبش مثلي. لا؟ سعاد. أهلا دكتور. لا وانت شكو؟ وانت شكو؟ هذا الدكتور عدنان، الدكتور هذا عيسى طليقي. اهلين. ها سعاد ايش قلتي؟ خلينا باكر نروح المحكمه ونقفل هالموضوع. ما بيني وبينك اي موضوع، يلا توكل على الله، روح ما بيني وبينك شيء. لا مو خلصين. شوفي عاد سعاد كبري راسك، ترى اذا كبرت في راسي تعرفين اذا عنت، والله العظيم ثم والله. هاي 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 هاي. وين قاعد انت صارخ؟ ترى قاعد بعيادة من بشارع، احترم نفسك عاد. سعاد خلصت الكلام معاه؟ اي دكتور خلصت. قاعد على مكتبك ان شاء الله. وين تشوفه؟ قاعد تصارخ هني وحدة ما تبي تشوفك، طليقتك تقول لك ما ابي اشوفك، لا تجينا مرة ثانية هني، لا تسوي لنا مشاكل عاد، ولا ترى بتشوف شيء ما شفته. هين يا سعاد تحتمين بالدكتور؟ أوه. ها تحتمين وشد ظهرك فيه، لكن انا اوريك. يلا يبا فارج اوريك، ما راح افارج يبا فارج. يلا يبي الملف داخل. تعبانه؟ شملنا تعبانه؟ مو يا يبا انا ما اقدر اطلع من الدوام الحين، استذاراتي كلها خالصه. الحين لو بقول حق المدير بيتنا انهدم على رؤوس عيالي هم يطلعني. زين ابي نواف صابكم ولد عمي. ايه خلاص خلاص يبا الحين ادق عليه واخلي امركم انا. ايه على خير ان شاء الله. يلا فما الله. اشتبي اي زي احسن من امس، احسن من امس. زين اشوى اخلص. اشتبي ايش
قاعد تخربط انت؟ قاعد بالبيت؟ ليش؟ ليكون قلبك علي وانا ما ادري، اخاف مخلفني وناسيني. خف علينا يا الحنونه، يا ماما تريزا، يا الاوبرا. يا عمي روح 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 اللي تخلصني. ماكو شيء، سلامتك، خلصني عاد فارج. يلا تكفى من اشوفك تشائم. يب 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 في البنك اللي اخذته. يب يب الحب، تعال. بارك الله فيك ولا باليوم اللي عرفته فيك. لابس العظام يعني كم بتحرني لان الضوء مكسره؟ ما ادري اديك ولا ماتك، خاف كان قاعد يصرفني. هو ايش عرفه بسعاده عشان يساعدها؟ وش يبي مني انا بالذات؟ وش حق اعطاني كرته؟ ادق نق 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 نشكك تشكك بانك فزت حد. ما ادري ما ادري ما ادري. نق 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 نق. سعاد ليش قاعده بروحك؟ هذا دكتور ماكو شيء حلو. طليقتي مديت يبي منك شيء؟ والله ما ادري ايش اقول لك يا دكتور، ما بعور راسك بمشاكلنا. سعاد تبي شيء؟ ترى انا بالشوفه، تبي المحقق محامي، ترى معارفي وايد، وانا مستعد اسوي لك اللي تبين. ما تقصر دكتور، بس الله لا يحوجنا، انا وحده ابي الستر، كل اللي أبي من هالدنيا خلص دراستي وبس. بتخلصيني إن شاء الله، ما عليك خوف، أنت مجتهدة وايد وتعبك ما راح يضيع إن شاء الله. والله يا دكتور يا خوفي هالتعب هذا يروح ببلاش بسبب هذا كله وراي وراي. سعاد إذا تبين أتصرف معاه أنا حاضر، مو كفو واحد مثل هذا يهددك. بعدين ما أدري شلون تزوجتي الصراحة، واحدة مثلك جميلة خلوقة وحبوبة ومجتهدة تأخذ الأشكال هذه؟ مو اختياري يا دكتور، أبوي زوجني يا قصر الله يرحمه. المهم نروح نكمل شغلنا. يلا يلا. هاي بوينك انت هاي اليوم؟ حفلة اليوم مهمة. يبا دقيت على أمي ما ترد. لا 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 مو ضايق خلقي. ليش تضايق خلقي؟ خلاص خلاص ماشي، مع السلامة. ايش فيكم؟ شنو صاير؟ ماكو شيء، بس امي تعبت شوي علينا ويبناها المستشفى. زين من هذا اللي راكبه مع السيارة؟ هو ما عرفته؟ هذا نواف دعم ابوي. شنو نواف دعم ابوك؟ ابوك وينه؟ ليش ما وصلكم؟ شكو راكبه مع هالغريب؟ ماي سيف ايش فيك معصب؟ ايش صاير؟ راكبه مع واحد غريب بالسياره، تبيني ما اعصب؟ تبيني اضحك يعني واستانس؟ شنو ما غار انا؟ ما غار؟ صدق؟ يعني انت تغار علي؟ هي اكيد اغار عليك. شنو مو بنت عمي؟ زين انا اسفه، ما راح اعيدها مره ثانيه. اي مره ثانيه اذا تبون اي شيء وعمي مو موجود بالبيت كلموني انا، انا هيكم. مراكبت لي مع هذا السيارة. شهر خلاص بس لا تعصب عاد. عمي تشلون هالحين؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. سيف نواف ولد عم ابوي. هلا سيف شلونك؟ هلا والله. شلون الوالد؟ خير الحمد لله كلهم طيبين. المهم مريم طمنوني على عمتي وانا لازم امشي الحين. ان شاء الله. صاحبي ناطرني بالسيارة. ان شاء الله. ما تشوف شر ان شاء الله. شر ما يك. يلا لا سالفة ولا شيء، بنت عمي ورحت أبي تطمن عليها.
على ان الحكي زي فو خجف وجهك؟ لا مو متذب الا قاطل كذبه وانت راهي. انا من عرفتك وانت مصوهم كلش. شايفني قدامك شنو نذل انا؟ لا شكل ما اقصد بس من متى قمت تهتم فيهم؟ انا ما اهتميت فيهم انا اهتميت فيها. حدد لا تجمع عشان تدي غرت عليها يوم شفتها بالسياره مع واحد غريب. تحبها؟ شنو؟ اولا اللي راكب معهم السياره هذا مو غريب، هذا يصير لنا من بعيد يا الفاهم. ثانيا انت للحين ما تعرفني عدل. انا خلصوا البنات عشان احب عمي. ليش مسوي عليها الفيلم كله؟ مو شغلك. كل شيء بعدين راح تعرفه. شنو باقي لك تمرين؟ اخ باقي لي بعد معده وريول بعدين. العب العب من غير تفلسف العب. العب العب انت 2 كيلو شايلهم. عندي لك مهمة وإذا سويتها راح أعاملك حالك حال باقي الموظفين. شنو المهمة؟ تعرف تتجسس؟ تمشي الدنيا